الجديد الشخصيه نفسها. يعني انا عمري ما قدمت فيلم تاريخي، فشخصيه لفتت نظري جدا، شخصيه مغريه وراجل وطني فدائي من نوع جديد. لاول مره بقدم شخصيه تاريخيه حقيقيه كانت موجوده، احمد عبد الحي كيره، فدائي مصري كان من رجاله سعد زغلول في المقاومه، وضحى بنفسه عشان بلده، وهو كان كيميائي وكان متودد قوي للانجليز، فكانوا دايما زمايله يضربوه ويتهموا ان هو ابن الامبراطوريه الانجليزيه، فكانوا بيسيبوا له المعامل اكتر من الطلبه المصريين بحكم ان هو يعني ينتمي للامبراطوريه الانجليزيه، ودي المعامل اللي هو كان بيحضر فيها الرصاص والذخيره اللي بيقتل بيها الانجليز. فشخصية لفتت نظري جدا، شخصية مغرية ويعني وطنية من نوع جديد. قريت طبعا الرواية بالكامل. لا، هو الأستاذ يحيى ما عملش كتاب، هو الأستاذ يحيى كان الملحق الثقافي بتاعنا في سفارتنا في تركيا في الوقت ده، وقابل كيرة وكتب عنه زي ما انت بتقولي، فعلا عندك حق، كتب عنه ان انا قابلته 3-4 مرات في حوالي 3 سنين، وكان ما تعرفش جيبه فاضي مليان على طول، كان بيبص حواليه لانه كانت انجلترا بالكامل عايز اغتياله، وكانت العلاقات وقتها ما بين تركيا وانجلترا متوترة توتر كبير جدا، يعني لدرجة انه بعتوا له 4 ضباط من اكفأ الضباط المخابرات البريطانية وقتلوه في تركيا. بصي انا كل مرة يعني استاذ مروان ده اخويا واستاذ احمد مراد، وانا مش بستمتع، انا ببقى في حالة فنية وانسانية غير طبيعية وانا بشتغل مع مروان او احمد. بصراحة في الازرق 2 النهاردة كيرة والجن، وبنحضر حاجات وان شاء الله قريب باذن الرحمن يا رب. احمد عز، انا هقول لك جمله، بص يعني الناس كلها تقعد تتكلم هتقول كلام كتير دون ان اخوض في تفاصيل، احمد عز اخ وصديق انا عرفته متاخر والله، بس ده اللي اقدر اقوله.